السلام عليكم، معكم نجيب خويا رئيس ديال مجموعه شباب الخير سيدي مؤمن. اليوم والحمد لله كما تتشاهدوا معنا راه كنحاولوا في اطار البرنامج السنوي اللي كتوضع له المجموعه واللي هو كيخص مجموعه ديال الفئات، ومن بين هذه الفئات هذا هو الاهتمام بمجال ديال الطفل. الحمد لله اليوم حنايا تنقوموا بواحد النشاط اللي هو عباره عن صبيحه للاطفال ديال منطقه سيدي مؤمن وكذلك اطفال خارج المنطقه. كنشكروا جميع الناس اللي شاركوا معنا في تنظيم هذا النشاط هذا واللي ساهموا سواء من قريب او من بعيد باش انه هذا النشاط هذا يدوز في هذه الاجواء هذه. ونتمنوا صراحه ان الهدف ديالنا اللي هو من الدرجه الاولى اسعاد الطفل في هذا النشاط هذا انه يكون يتحقق ان شاء الله، وتكون المردوديه ديال هذا النشاط هذا على المحيه ديال الاطفال هذا والاطفال ديال المنطقه والاطفال ديال خارج المنطقه، ويخرجوا ان شاء الله ناشطين وفرحانين هما والوليدات ديال الوالدين ديالهم، اللي صراحه ان ملي تتفرح وليد تتحس بالفرحه ديالو كذلك ان على الوجه ديال الام او الاب ديالو او الرافق ديالو اللي جابو بصفه عامه، على اساس انه راه الوليد استفاد من هذا النشاط هذا وحس بحجم ديال المجهودات اللي قاموا بها الاعضاء ديال مجموعه شباب الخير طيله هذه الايام التحضيرات هذه. ونتمنوا ان شاء الله انه يكون في ميزان مقبول ديال جميع الاخوان والمساهمين معنا في هذا النشاط هذا، وشكرا. وبالمناسبه كذلك كنبغوا نوجهوا التحيه لجميع المكونات ديال مجموعه شباب الخير، مشكورين على المجهودات ديالهم سواء داخل او خارج ارض الوطن، اللي كيتابعونا واللي كيثقوا فينا واللي كيساهموا معنا من اجل ان الاستمراريه تكون ديال مجموعه شباب الخير ان شاء الله. مجموعه شباب الخير هي واحد المجموعه اللي تم التاسيس ديالها عبر شبكه التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك، والحمد لله حققت واحد الصيت اللي هو ما نقدروا نقولوا صيت وطني ونقدروا نقولوا كذلك صيت عالمي، الحمد لله ان هذه المجموعه هذه كتضم خير الشباب ديال المنطقه وخارج الشباب ديال المغرب الحبيب. ونتمناو ان نشوفوا شباب الخير في جميع المدن في جميع المناطق المغربيه، لما لا انه يكون حتى خارج ارض الوطن الناس اللي تيمثلونا ويشجعونا كذلك. وشكرا كذلك للمنابر الاعلاميه اللي كتساندنا وكدير التغطيه ديال الانشطه ديال شباب الخير دائما، مشكورين على المجهودات ديالكم.